أمواله المفقود شو مساوي فيها؟ لا يحل لأحد التصرف في أموال المفقود ببيع أو شراء إلا بيع ما يتسارع إليه الفساد كالثمار ونحوها عند الحنفية، فإن القاضي يبيعها أو يعين وكيلاً للمفقود ليبيعها ويطلب إليه حفظ ثمنها مع حفظ سائر أموال المفقود، وذلك إن لم يكن للمفقود وكيل، فإن كان للمفقود وكيل تبقى وكالته سارية المفعول ولا يعزل إلا بخيانة أو تقصير يعزله القاضي، وكذلك إن كان للمفقود قبل فقده شريك مضارب قد أودع المفقود عنده ماله ليضارب له فيه، فيثمر الشريك للمفقود ماله حتى يرجع أو يظهر موته أو يحكم باعتباره ميتاً ما لم يرى القاضي من الشريك المضارب اعتداءً أو تقصيراً. إذن كمان مال المفقود ما حدا بيقرب عليه، والشريك المضارب بيثمر له أمواله، والوكيل إذا كان عنده وكيل قبل ما ينفقد كمان بيدير باله على أمواله. هذا وتستحق زوجة المفقود النفقة في مال المفقود. نعطي المرأة من مال زوجها كل شهر ما يكفيها بالمعروف، فإن لم يكن للمفقود مال يأمرها القاضي بأن تستدين عليه ممن تجب عليه نفقتها لو لم تكن ذات زوج وتنفق على نفسها. ويجب في مال المفقود أيضاً نفقة الفقراء من أولاده ووالديه، وتنقطع النفقة بموت المفقود أو الحكم بموته أو بانتهاء عدة المرأة إذا طلبت من القاضي التفريق وحكم لها بها. أما الإرث، سير نوزع مصاري إنه مات يا أخي خلينا نرثه، أما الإرث فلا يرث أحد من المفقود حتى يثبت موته حقيقة أو بحكم القاضي، وكذلك لا يرث المفقود من أحد، وإنما يتعين وقف نصيبه من إرث مورثه ويبقى كذلك حتى يتبين أمره، والله تعالى أعلم.